جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الواجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل على النعم وأن يوجهها ويستمتع بها ويشكر الله عز وجل عليها وينفقها باعتدال لا يتجاوز، فالله عز وجل يقول إنه لا يحب المسرفين ويقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وعلى المسلم أن يحمل نفسه وأهله على هاتين الآيتين: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، ويقول إذا سقط لقمة أحدكم فليمط ما فيها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. احنا كنا احنا صغار نسمع يقول لا تتركها للشيطان، ظن هذا كلام يعني ناس عجائز وشيبان. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين تكون البركة في الطعام. فأهل العلم قالوا هذه اللقمة إذا حملتها فأنت تكون ممتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون محترم للنعمة، وتكون شاكرا لله عز وجل، وكذلك تمنع الشيطان من أن يأكلها، وكذلك لتدرك البركة. كل ذلك فيما لو حملت هذه اللقمة وأمطت ما فيها من أذى وأكلتها. هذه إذا سقطت فكيف بما يفعله اليوم الناس من رمي هذه النعم، ترمى وما يرمى أكثر مما يؤكل. والله عز وجل يقول في كتابه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه النعم التي يحرم منها كثير من الناس، بل بلغ في بعض الناس أنه يموت جوعا، أو أنه يتمرض أو يتضرر من سوء التغذية، بل بعضهم ربما باع عرضه من أجل الطعام، ويرسلون نساءهم للعمل في بلاد أخرى ويتركون أطفالهم وأزواجهم يشتغلون خدم ونحو ذلك من أجل الطعام. ونحن الطعام عندنا كثير لا نأكله فحسب، بل يرمى، فوالله نسأل عن ذلك. لا تحسبن الله عز وجل إن آتاك فلن يسألك عن هذا، فالله عز وجل يبتلي الناس بالسيئات والحسنات، يعني بالنعم والنقم. إن آتاك الله عز وجل نعم فهو اختبار، كما أنه إذا حرم غيرك فهو اختبار، كما قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالنعم هذه التي آتنا الله إياها اختبار وابتلاء، أنشكر أم نكفر؟ كما أن النقم والمجاعة أيضا هي اختبار لمن يصاب بها. فلذلك على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه النعم العظيمة ويحافظ عليها ويشكر الله تبارك وتعالى عليها، فالنعم زوالة وإنما تثبت وتزيد بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. أين مجال الشيطان؟ الشيطان مجاله الخطوة الأولى التي يخطو بها في كثرة المباحات والإسراف فيها، وذلك لأن الله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني نظائرهم وأشباههم أولئك الذين يبذرون. فالشيطان كما قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فيحرص كل الحرص في الدرجة الأولى أن يوقع بني آدم في الشرك الأكبر الذي يوجب له أن يكون من أصحاب السعير المخلد فيها الذي لا يخلد منها أبدا. وقد أقسم بعزة الله عز وجل فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فإن عجز أن يوقع الإنسان في الشرك الأكبر الذي يوجب له الخلود في نار جهنم، أوقعه في الشرك الأصغر، وهو أصغر باعتبار الشرك الأكبر لا لأنه صغير وهين، كلا، وهو ما كان وسيلة للشرك الأكبر، وإن كان لا يخلد صاحبه في النار، ولكن يوقع الشيطان الناس في الشرك الأصغر ليكون وسيلة لإيقاعهم في الشرك الأكبر. فإن عجز أوقعهم في البدع والمحدثات، وهذا شره عظيم جدا، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وهي أحداث في الدين
يحدث الإنسان في الدين ويزين له الشيطان عبادات يتقرب بها إلى الله، وهي عبادات ما أنزل الله بها من سلطان ولا أذن الله أن يعبد بها. فالشيطان يوقع الإنسان في البدع والمحدثات، فإن عجز وإلا وقعه في كبائر الذنوب التي تستوجب له اللعنة والغضب والعذاب الشديد والحدود في الدنيا من قطع وجلد ورجم. يجتهد الشيطان على أن يوقع الإنسان في كبائر الذنوب، فإن عجز وإلا وقعه في الصغائر، والصغائر بالنسبة للكبائر اسمها صغائر، وإلا لها عند الله شأن، وإذا اجتمعت على قلب العبد أهلكت. وكما قيل لا إصرار لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة مع استمرار عليها يصيرها كبيرة. فيوقع الإنسان باللمم الذنوب التي يتساهل بها الناس التي إذا اجتمعت على الإنسان أهلكت. فإن استطاع أن أوقع في المكروهات، مكروه كثير من الناس، مكروه حرام ولا مكروه؟ مكروه. طيب مكروه، وكأن المكروه يعني فعله أولى من تركه، والأمر بالعكس، المكروه ما كان تركه أولى من فعله، فهو مبغوض، وإنما يترك حتى لا يقع الإنسان بما هو أشد. فكثير من الناس يعني مكروه خلاص، كأن المكروه ليس حكما شرعيا فيهمله ولا يتجنبه. مكروه يعني معناه افعل ولا حرج، كلا، بل هو وسيلة للحرام. ثم إن عجز أن يوقع في المكروهات أشغله بكثرة المباحات، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن هنا يدخل الشيطان فيجعل الإنسان مسرفا. انظر إلى أحوالنا اليوم، نسرف في المال، نسرف في الكهرباء، نسرف في الطعام، في الماء، في ناس يموتون يا أخوان ما يجدون ماء، أزمة عالمية الماء، الكهرباء في ناس ما يعرف الكهرباء ولا سمع فيها، الطعام الزائد هذا، الناس اليوم يا أخوان تساهلنا لدرجة ممكن يستدين الإنسان من أجل الكماليات، ليس هذا فحسب، بل يستدين من أجل المعاصي، من أجل أن يعصي الله تبارك وتعالى، وركب على نفسه ديون وقروض من أجل أن يعصي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير هذا والإسراف والتوسع الزائد، نشتري ما لا نلبس، ونشتري ما لا نأكل، ونشتري ما لا نستعمل، كثير من الأطعمة ربما نشتريها وينتهي تاريخها ونرميها ما استعملناها، كثير وكثير جدا. والله إن من الأطعمة ما يأتي من بعض البلاد، أهل تلك البلاد التي تستورد منها الأطعمة هم ما يأكلونها، ثم تأتي هنا لترمى. والله يسألنا الله عن ذلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر وأحب خلق الله إلى الله، كان يأتي عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل لا توقد نار في بيته. قال لعائشة فما طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء، التمر والماء، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن من منا آخر مرة جاع؟ يمكن منا ما منا أحد بحياته جاع. والله نسأل عن هذا. فتذكروا هاتين الآيتين واذهبوا بها إلى أهلكم، الأولى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الثانية ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.